اخر ان الامير خالد بن فهد كلفنا هذه المهمه اعطانا هذه المسؤوليه واعطانا هذه الثقه. الامير خالد وقف في النادي وظيفات كبيره السنه هذه. عن في ناس كانوا يسالوني يقولون مسؤوليه كبيره، نادي النصر كبير جماهيري في ضغط في اعلام يتحمس ويجي ويضامر ويعطي من وقته ويتحمل مسؤوليه لانه يدق في رجال يعني الاخوان الموجودين كلهم والجهاز الفني والكابتن حسين. طبعا انا واحد منكم واحد من مديركم باذن الله ان شاء الله خذنا التوفيق وخذنا الفوز واي شيء تبونه احنا راح نعمله.